عرضنا لنصرة برما تبدأ من بنغلاديش، لأن بنغلاديش 160 مليون مسلم هم متاخمون للحدود في مع برما. إذا لو تم تحرير برما بنغلاديش من الحكومة العلمانية سيتم تحرير برما، لأن أهل بنغلاديش يتقطعون دما لإخوان لهم يذبحون في إقليم برما. أتعلمون أن من يمنع المساعدات للدخول لأهلنا في برما هم حكومة بنغلاديش التي تدعي أنها إسلامية، هذه الحكومة العلمانية العميلة التي هي ضد الإسلام بالأساس. إذا نحن ندعم التحرك الشعبي في بنغلاديش، وندعم ثورة هذا الشعب الأبي لحين تحرير أرضه من هذه الحكومة العميلة، لكي تكتمل الثورات العربية والإسلامية وتقف ضد الصهيونية العالمية وضد الشيوعيين والبوذيين الذين ضربوا الإسلام من قوس واحد. هذه الأولى. أما الثانية، المرحلة القادمة، لذلك كنت أؤكد أن إخواني في بنغلاديش لابد أن يكونوا موجودين. سنقوم بالتصعيد أمام سفارات بنغلاديش إن شاء الله، سفارات بنغلاديش ليس في مصر فقط، ولكن سننسق أمام سفاراتها على مستوى العالم لكي نقول أن هذه الحكومة العميلة تقتل شعبها وتقتل إخواننا في برما، وتساعد حكومة مينمار العميلة ضد إخوان لنا يحرقون ويسرقون. لذلك نقول أن الخطوة القادمة هي تصعيد أمام سفارات حكومة بنغلاديش العميلة بعد أن أغلقنا سفارات حكومة مينمار البوذية المجرمة. فالخطوة القادمة هي على بنغلاديش لحين تحرير كامل التراب في بنغلاديش، وتحرير علماء الجماعة الإسلامية، وتحرير الشعب في بنغلاديش. أتعلمون أن حكومة بنغلاديش تحرق المصاحف وتعتقل في المساجد وتسب النبي؟ إذن هذه ليست حكومة إسلامية، بل هي حكومة علمانية يجب قطع رقبتها، كما كان عندنا مبارك الصهيوني كان يحق. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.